المؤسسات التعليميه باش في الليل الى خرج داك التلميذ مع السته ولا السته ونص كيلقى الضوء شاعل زائد الاحياء كامله في الضوء. حنا ما كندخلوا في الضوء ما كنخرجوا في الضوء. شنو هو الضوء اللي كندخلوا في الضوء؟ حنا ما قلناش دابا لنا هادشي قلنا دابا حنا الا بغيتيني نهضر معاك نحطوا راه ساهل حنايا دابا تتقول لك اعطيني اقتراح انا حل اش تتقول لي اقتراح التوقيت اش هنا هو ديال السويع في النهار في السويع ما بين الغدا اي شنو السويع وحاجه اخرى كما قلت لكم اللي بان الضو في 8 ولا عندنا الضو في 6 8 ل 12 و 6 هذاك الشيء رجعوا للتوقيت ديالنا هذا كوني متاكد منه 8 ل 12 وهذا الشيء هما غادي يكونوا حاصلين عليه بلا ضيوف لان غادي يشوفوا متى غادي يوصل لهذا الشيء وغادي يعموه على المغرب كامل. كاينين شي دراري هنا كيدوزوا السوايع كيخرجوا 8 ونص ديال ولا 9 يعني اللي كيشريو من ديك السبعه ديك السبعه الا خرج من السبعه ماشي غير السوايع. اي هذا الشيء اللي عندنا شوف انا نجاوبك. 7 ونص انا نجاوبك انا نجاوبك لا ترونسلاسيون هكا علاش قلنا 8 6 ونص؟ حتى هذاك اللي كلشي دار لا ترونسلاسيون داك اللي تيدير القطاع الخاص دار لا ترونسلاسيون دين ديمي هذاك اللي قلتي غادي يدير الدم دار اون ترونسلاسيون دين ديمي حيت ترونسلاسيون دين ديمي خفيفة ماشي ترونسلاسيون ديال ساعة اش فهمتي كلشي غادي يمشي بلا ترونسلاسيون دابا تا القطاع الخاص راه دابا القطاع الخاص باش مع شغل الوظائف يدخلوا ثانوي كنهضر على الثانوي لا الثانوي 8 ونص هادوك الابتدائي خلي الابتدائي الثانوي والاعدادي 8 ونص كل شيء احنا الابتدائي هذاك الشيء الاخر لا باش ننصحوا هذا المسائل هذا لا ترونسلاسيون كل شيء غادي يديرها غير كون مأكد منها كل شيء دار هذا لا ترونسلاسيون وما غادي يوقع حتى ضرر لا في اي اتجاه ومن بعد ملي غادي يجي الدعم ديال الصح دعم حيت غادي يعني تجي الفتره ديال الدعم اللي اكسليري الدعم اللي محتاجه غادي تلقى الجوج هذيك 8 ل 12 جوج غادي يكون الضوء ديك الساعه تجي السوايع باش كيبقاو راجعين شوف تبان الشمس شوف انا نقول لك واحد الحاجه بلاتي بلاتي هذا اسمي الدولي محمد الراوي فهمت انا بقيت انا قدام تعاون تقدينا نهار تبان لك الشمس في 8 مزيانه وفي 6 مزيانه جعلي جعلي صافي يلا كيبان لي هذا الاستعمال الزمن اللي كاين حاليا هو الامثل علاش لانه حيت خشي لا بغينا نديرو كتدخلي بالضوء وتخرجي بالضوء اوتوماتيكمون ما غنديرو تسعود مثلا الوحده تقراي ساعه اسمحي لي غنكمل الهضره تقراي ساعه وتقراي ساعه عشيه ولكن انتي اللي ضايع ما كنبقاش عندك تفويج غتحامي من الساعات لا تتحامي بزاف والاخ اللي قال لك يعني بغرا كيما انا رئيس مجلس بلدي ولا النائب ديالو عفوا انا قال لك غتكون تعزيزات امنيه يعني داك الهضره الخاوي اللي غيتعرض ليا غيضربني ما كناش نقولوها خاصه في اماره غتولي شحال من حاجه غتزيد بغيت تشوفوا في الوقت ما يمكنش غيتحزم بين ليله شي موضوع واصلا راه هذا الشيء اللي عندنا كامل وغادي يرجع يتقال كاين في شهر ولا شهرين راه صبرا جميله راه ما بغيتوش ديروا عقلكم هنا من هاد المجموعه يخرجوا نوادي يخرج لنا نادي الديمقراطية لا صوت هذا ديروا هنايا طبيعة الديمقراطية مجموعة ديال الكلام ونعطيهم أستاذ منصف قولوا لي نادي ديال المسرح ها هي ثاني نعاودوا نديروا تكوين مع جمعية الآباء نشوفوا مختص ديال المسرح وتلوية بن عبدون خاد الجائزة الأولى نديروا نادي ديال الابتكار اللي خادوا الجائزة الأولى وطنيا نديروا النادي ديال الموسيقى النادي الإداري وهذه الأطر التربوية وهذه التلامذ لأن هذه كنعتبرها شجاعة يعني ما يمكنش التلميذ يتهاور مع الطاقم الإداري إلا كان عنده واحد القدوة وعنده واحد الإرادة وواحد العزيمة وحنا اللي كنسمعوا على تلوت بن عبدون ماشي غنشكرها لا التلاميذ ديالها ولا الأطر ديالها أنها في القمة الأولى ما كيتسمع دابا بأن هاد المسيرة والاحتجاج السلمية سميتو ومرة تالية تنشكر هاد التلاميذ على التجمل ديالهم باسم
انا شتا استاذ كذا يعني بحال حتى هذه المرحله اللي مريت منها دابا وترافيك مبرده معاك يعني وصلت واحد المستوى عالي لدرجه انه بالامس كلشي مع رسمي اللي وصل من 7:15 حتى ل 10:15 اللي فيها ملل اللي كان تاسس السيد العامل اللي تا هو اللي هو تيمك على السلطه على مستوى الاقليم فيما يخص المقاربه الامنيه اللي تتلاحظ امام المؤسسات التنميه هي ضروريه خصها تكون لان تتوقع بعض الانفلاتات انتم تتعرفوا بان تكون بعض الدخلاء في وسط منكم اللي هما تيحاولوا يخلقوا فتنه رغم انه ما عندهم حتى علاقه بالمؤسسه التعليميه وهذا الشيء اللي تسبب في الجبال بعض اللي هما ضربوا بالحجر والسبب ديال تدخل الامن السيد العامل شخصيا انه هو خايف عليكم ومعتبركم كابناء ديالو وهذا الشيء قالوا بالاضافه ان سليم بن عبدون على مستوى الاقليم ماشي على مستوى ربما حتى على مستوى الجهه هي المحور الاساسي ديال هذه الوقفات كامله لدرجه انه في اخر لقاء السيد العامل عيط لي وقال لي شخصيا قال لي شوف الى دخلوا الكلام ديال بن عبدون راه جميع المؤسسات غيدخلوا هذه قال شخصيا لان باش تعرفوا بان الصوت ديالكم راه وصل لواحد المستوى اللي هو ماشي على مستوى اخر بلا الوزاره الداخليه على مستوى الوزارة على المستوى الداخلي ولهذا أنا تنطلب منكم أرجوكم أنه المشكل ديال الساعة اللي هي الساعة زادت على غرينويتش زائد ساعة هذاك المشكل على مستوى وطني راه مايمكنش يتحل مايمكنش أنا نذكركم في 1971 درنا إضراب كنا تنقراو في الثانوي هذيك السنة كنت جدا يعني جدا مشترك الآن حالي درنا اضراب معين ما درناش نقراو كاين اللي شد العصا كاين اللي تشد تعتقل كاين اللي مشى للسجن شحال داروا لنا سنه بيضاء داروا لنا لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.